Thank you.
هذا هو الذي
I'm
Thank you.
أولا لو كان أبو لهب مسلما جدا لحضرات النبي فلماذا لم يؤمن به أنه عبد الله ورسوله؟ هل كان أبو لهب يحتج بعلم البلاد كل عام؟ لا والله، لو كان له محبة لكان أبطال المسلمون أول، فالواقع أنه يخفف عنه العذاب لأنه كان يحتج بعلم البلاد أم أنه فرق فرق عديد في المسلمين أو في النصر؟ الأسئلة المكتوبة والنبي يا شيخ إسماعيل. دقيقة يا شيخ مصطفى. إذا نظرنا إلى عالم العالم
الإجابة على الأسئلة عن النبي العربي. دقيقة عم بختار. يخصصه في مسألة
أحكام الجنائز بما فيها قراءة القرآن على الأقوال أو في الجنائز، لأن مسألة قراءة القرآن على الأقوال أو في الجنائز يقول التفصيل في حكمه. الشيخ لم يستطيع أن يلم بتفصيلاتها في بضع النجمات. المسألة تحتاج إلى تفصيل وتروي. استعينوا بالله وإن شاء الله يوعدوا في لقاء سلطان الله له البقاء والبراء، نسأل الله ذلك وأن ينفع به الإسلام والمسلمين وأن يعز به الإسلام والمسلمين وأن يجري الحق على قلبه ولسانه لا يخاف بربه لومة لائم. فإن شاء الله يوعدنا بالقائد لما يتسنى له ذلك. المهم نريد أن نختم الحوار. هناك من مواردي قد الله عز وجل أن يأتي من أجله. السؤال يقول إذا كنتم أنتم يا أهل المال أنت وأنت واحد منه تقول ذلك في مسألة الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه ورفيدتي وفضيلة اتباع نفسي وخطوة ولاية مبالغة أمره، فما بالنا نرى موقف المؤسسة الرسمية في وزارة الأوقاف وفي مشافة الأزمة يجيزون الاحتفال بميلاد النبي؟ ذلك على لسان شيخنا سواء السابق أو الحال، وعلى لسان وزير الأوقاف سواء السابق أو الحال، وكتب الشيخ عن الجمعة الثانية في فتاوات أكاد القتال. أنا شيخ بعد إذنك طب مو انت تكلم جاك شيخ اسماعيل خير قديم والله العظيم معاك انا صراحه يعني كنت سامع ابو عبد العزيز راح نحكي
ما ينفع الناس ما ينفع في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال.
بدون مقاطعة يا عم الشيخ. بدون مقاطعة يا عم الشيخ بعد إذنك، بدون مقاطعة. لما أكون أنا إنسان محدود العلم لسه طالب في كلية وأفتح التلفزيون أو الراديو وأسمع فضيلة الدكتور علي جمعة وفضيلة وكيل الوزارة وفضيلة وأشوفهم علانية على الشاشة يحتفل بمولد النبي، لما دانا ببيتي وأجيب شيخ يقرأ له ربعيان وأحتفل بمولد النبي، يبان على ذنبي ايه؟ انا لقيت واحد بالصلاة على النبي ماسك امه بحاله هيحتفل بمولد النبي، لما احتفل انا بايه ذنبي؟ دقيقة عم الشيخ صابر لو سمحت، دي حلقة علم ماشي ماشي عم الشيخ صابر ماشي.
دقيقة إبراهيم، دقيقة إبراهيم. لا لا ما تقولش الدم ولا العروس
ضعتها لك انا شفت اسمعين بعد ما ايه؟ مسدي لك كل انا ضعتها لك حتى لما فصل شحن فصل شحن فيش حد شحن من اولها من اولها خلاص يبقى تجيب لي الكارت خلاص الناس بقى كل يوم النهارده يجيب لك بكره من اول ما بدات ولا ايه؟ ايوه من اول ما بدات طبعا مصور كويس يعني.
عايز ارد كام صوره بعد ما اخلص الفكره صوره عاديه مش فيها كاميرا. غير كفايه يا عم الراجل ده الكاميرا من هنا Thank you.
الذين يؤمنون
الله أكبر ولله الحمد. Thank you.